Sağına kalsın. İlâ râyi l-âm. منذ احتلال عفرين وسريه كانية رأس العين وتل أبيض كريس بيه من قبل الدولة التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة وحتى اليوم لا ولا وما يزال المجتمع الدولي غارقا في نوم عميق ومريب، وبالرغم من جريمة الاحتلال وما رافق ذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا الفسفور الأبيض وقصف منازل المدنيين والمراكز الحيوية كالمدارس والمشافي وتهجير سكانها الأصليين ثم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والبدء بعملية التهجير القسري بالتزامن مع عملية تغيير ديموغرافي ممنهج شهدتها المدن المحتلة عبر جلب المسلحين وعوائلهم من محافظات أخرى وتوطينهم بدلا من سكانها الأصليين المهجرين قسرا، الأمر الذي أدى إلى انعدام الأمن والسلم فيهما بعكس ما روجت له تركيا بأن عمليتها ستنشأ منطقة آمنة. لقد ارتكبت الدولة التركية كل الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي من جريمة العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة التطهير العرقي التي يعاقب عليها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، وترتكبها الحكومة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها بشكل مستمر، ولا تزال هذه الدولة في منأى عن المسائل الأممية، ولا يزال المجرمون في حال الدوام في ارتكابهم كل الجرائم الدولية التي لم تطرق فظاعتها لتاريخه أبواب المحاكم الدولية بعد، وخاصة محكمتي الجنايات الدولية في لاهاي والأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. وبدأت دولة الاحتلال التركي بتنفيذ مشروعها بتوطين مليون لاجئ في المناطق المحتلة، وبدأت بتنفيذ ذلك في عفرين وسريه كانية رأس العين وقريس بيت الأبيض. بالرغم من كل تلك الجرائم المرتكبة من قبل الدولة التركية، فإن مواقف المجتمع الدولي المتواطئة مع تركيا والتزامها الصمت حيال السياسات الإجرامية للدولة التركية لابد للدول الضامنة لوقف إطلاق النار بتحديد موقفها والقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية وعدم الصمت اتجاه العدوان التركي ومشاريعه التوسعية الاحتلالية الخطيرة للمنطقة، ووضع حد للدولة التركية التي تهدد بالقيام بعملية عسكرية في شمال وشرق سوريا في تحدي صارخ للقانون الدولي وضرب السلم والأمن المجتمعي وأفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وما يستتبع ذلك من جرائم ضد الإنسانية. أن سياسة الازدواجية التي تقوم بها بعض من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدم السماح بفتح معبر إنساني وهو تلكوتشر لإدخال المساعدات إلى شمال شرق سوريا بالتزامن مع استمرار الحصار الاقتصادي يخالف مبادئ القانون الدولي بشقيه العام والإنساني. لقد آن المجتمع الدولي أن يلتزم بشرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. هذه الشرعية المؤيدة بالقانون الدولي ونخص منها بالذكر ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق لعام 1966 واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها لعام 1977 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تشرين الثاني عام 1974 برقم 2246، لأن خلاف هذا الالتزام يضع كافة الهيئات والمنظمات الأممية في قفص الاتهام. أن الدولة التركية لا تكتفي بالتهديد وإنما تنفذه ولا تنظر للإرهاب وإنما تمارسه ولا تؤمن بالسلام وإنما تحرقه ولا تحمي اللاجئين بل تهجرهم وتتاجر بأزماتهم، وذلك كله في خرق واضح لكل قانون الدولي العام والإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وبالأخص المادة 33 من اتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949 التي حرمت جميع تدابير التهديد والإرهاب، بينما ترتكب الدولة التركية العدوان والاحتلال وما بينهما من جرائم دولية أخرى معاقب عليها جميعا بنظام روما الأساسي عام 1998. إننا في اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة في الوقت الذي نندد فيه بالجرائم التي ترتكبها الدولة التركية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، نناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم وفي مقدمتهم هيئة الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة على الجغرافية السورية أن تسعى إلى عدم إدخار أي جهد في سبيل إنهاء الاحتلال التركي ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة وعودة المهجرين إلى ديارهم. I'm gonna go get the beer. I'm gonna go get the beer.